كريم حسن شحاته، كان الاستاذ ايهاب الخطيب المسؤول عن القسم الرياضي بجريده الوطن، كان دخل واتكلم مع الكابتن خالد الغندور، وبعد كده الكابتن خالد كان ليه وجهه نظر، وايهاب كان ليه وجهه نظر، ايهاب عمل مداخله يعني اتكلم فيها، والكابتن خالد غندور الحقيقه كان اتصل بيا وقال لي ان انا حابب ان انا اوجه يعني اوضح وجهه نظري. قلت له طبعا احنا في الملاعب اليوم ما عندناش اي مشكله، من حقك ان انت ترد ولك مطلق الحريه ولك حق الرد. مساء الخير يا كابتن خالد. مساء الخير استاذ سيف، ازي حضرتك يا كابتن؟ اخبارك ايه، عامل ايه، كله تمام؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. اتفضل يا كابتن خالد. اولا استاذ سيف، احنا بنتعامل في الوسط الاعلامي المفروض بمهنيه ومهنيه خالصه. انا عندي برنامج بقول فيه وجهه نظر، بقول فيه خبر، بقول فيه معلومه، قدر المعلومه دي تكون يعني خاطئه تكون سليمه، من حق الاخر انه يرد. استاذ ايهاب الخطيب جه ودخل معايا عشان يرد، كنت بسال سؤال واحد بس بمهنيه، ان ما قيل عن كريم حسن شحاته لابد ان يكون هناك مستندات. رد قوي جدا، ورد فيه خروج عن النص، وقعد يقول لي انا مر وحر. طبعا انا مر دي لا مفيش حد صحفي يقولها، يعني ما ينفعش على الهواء اقول انا مر، ده مش كلام حد صحفي. المفروض الصحفي يكون عنده القدره على الرد فيما اقوله من مهنيه وفيما اقوله من خبر ومعلومه، ولا نتطرق للامور الشخصيه او شخصنه المواضيع. انتهى الموضوع، ثاني يوم نزل جريده الوطن خبر تليفونات الجهاز الفني، علقت على هذا الموضوع، الموضوع نازل من غير مستند رسمي، من غير امضى من طبعا نادي الزمالك، من رئيس النادي، من مدير النادي، من ورقه من النادي. وايضا تطرقت ان الاستاذ مجدي الجلاد كان متضايق من هذا الموضوع، دخل الاستاذ ايهاب الخطيب معاك على التليفون، وبدل ما يرد على كلامي ابتدى يشخصن المواضيع ويقول خالد غندور ده ممثل فاشل، ده اعلامي على قده، ده يعني كان لعيب كره على قده. تطرق للمواضيع، ده كان حبيب علاء مبارك، ده كان بيعيط عشان علاء مبارك، قعد يتطرق لمواضيع اخرى وشخصنت المواضيع. نمره واحد، وقال ان انا كلمته لمده ساعه وقعدتك حايل عليه في التليفون عشان يخش معايا واعتذر له على الهواء، وهو راح وكلمت محمد يحيى وكلمت محمد الدمرداش، وقال لي قعد يقول كلام من وحي خياله. نمره واحد، اولا اما واحد صحفي يخش يرد من حقه ان هو يرد، لكن انا ما اتكلم على جريده الوطن، مش معنى وجود استاذ محيي ورده هو صحفي محترم ان هو يكون رئيس تحرير البرنامج يبقى من حقه يدخل بميله في الوطن عشان يرد على حاجه في الوطن في قناه. لا لا كابتن خالد، كابتن خالد بعد اذن حضرتك، احنا من حقنا في الملاعب اليوم ندخل اي واحد يرد، مفيش مشكله، احنا ادينا حضرتك حق الرد. وبرده كان ايهاب عايز يخش يوضح تصريح كنت حضرتك قلته برده على بقك، فما كان احنا ما عندناش ادنى مشكله، يعني ما بنقطعش على حد، ما فيش ادنى مشكله حضرتك ترد، اي صحفي يرد، ما عندناش ادنى مشكله. تمام، انا بس قلت على فكره ان محيي وزمايل هو ايهاب يعني. لكن في النهايه انا بقول ايهاب قال ان انا كلمته، انا فعلا كلمت ايهاب. لا كابتن خالد، بس الحته دي بعد اذن حضرتك نحب يعني احب بس اوضحها لك، لان واضح ان هي مش واضحه. احنا هنا في الملاعب اليوم او في تلفزيون الحياه ما بنتعاملش بشخصنه مع موضوع، احنا حضرتك النهارده اي واحد حابب ان هو يرد احنا ما عندناش مشكله. جريده الوطن، جريده المصري اليوم، اي جريده، ما فيش ادنى قصه بالنسبه لنا. تمام، بس ما يرد استاذ سيف باحترام، يعني بادب عن الشخص. انت برضه حضرتك لو تابعت احنا كان اي خروج عن النص او اي مشكله في كلام يخص الكابتن خالد الغندور كنا بنقطع على طول وبنقول خلينا في الموضوع. طيب ما هو خلينا في الموضوع، ما كانش خليه في الموضوع، برضه بيرجع الموضوع بشخصنه. على العموم ايهاب قال ان انا كلمته، انا كلمته فعلا، لان انا الو معاك كابتن خالد، اتفضل. انا كلمته فعلا، لان انا اولا في علاقه ما بيني وبين ايهاب، انا رحت فرحه يعني فرحه. قلت له ايهاب ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انت طالع على الهواء بتقول كذا؟ قال لي انت بتقول يا كابتن خالد كذا 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 ان انا راجل بحجب الاخبار، انا قلت له انا في معلومات كده، قال لي عليا الطلاق من بيتي ما حصل والكلام ده غير صحيح بالمره، وقلت له ايهاب طب وفي حد يطلع يقول بتعلمني انت بتقول لي بيقول لي انت بتعلمني الادب، قلت له ايهاب ان انا بقول كريم بيقول انا ما قريتش الموضوع بالظبط فانا بقراه لك، بتقول لي لا مالكش دعوه انت. ثم في النهاية بتقول لي أنا مر، حد كلام ده؟ قال لي ما أنت قفلت السكة في وشي في النهاية. انتهينا الصف وقفلنا التليفون، كلمني بعديها قال لي يا كابتن خالد لو أنت حابب إن أنا أعمل معاك اتفضل. أكمل بس يعني حضرتك ما كنتش معانا يا أستاذ سيف، أنت اديته يعني المهم.
خدت بعديها وقال لي يا كابتن خالد لو انت حابب ان انا ارد معاك ونهدي الموضوع انا ما عنديش اي مشكله. هو كابتن خالد بس انا اسف هقطع حضرتك هنا، احنا يعني حتى اما الاستاذ ايهاب دخل معانا كان لينا برضه سياسه واضحه، وقلنا الموضوع الشخصي اللي يخص الكابتن خالد بينك وبين الكابتن خالد، الموضوع اللي هو يخص الناس او توضيح كريم، توضيح موقف الكابتن كريم حسن شحاته ما فيش مشكله ان احنا نوضحه. انت ابتديت الموضوع بكلام الحقيقه عجبني جدا، قلت انا مش عايز اشخصن الامور، انا عايز اتكلم. يا شيخ انا برد على اللي قاله، حضرتك بتقول شخص كان هو قال كلام عني فانا برد على اللي قاله، انا ما بقولش حاجه ثانيه، انا برد على اللي قاله. الكلام اللي وجهه الي وطلعه لملايين من الناس ومشاهدينك وقال الكلام ده، وان انا قعدت اتحايل عليه لمده ساعه عشان يخش معايا واعتذر له على الهوا، وده كلام غير منطقي. لا انت بس، لا انت كابتن خالد، احنا عندنا بس اعتراض في نقطه، وانا عندي وجهه نظر في نقطه. حضرتك اعترضت على طريقة التناول، لأن في رئيس تحرير أو علاقة بإيهاب أو هي الحتة دي مش موجودة، بدليل إن حضرتك يعني النهاردة بترد إيهاب كان ليه وجهة نظر، حضرتك ليه وجهة نظر. ممكن تديني فرصة إن أنا أتكلم يا سيف ولا؟ اتفضل اتفضل. طيب، على العموم في النهاية هو قال إن أنا أتحايل عليه لمدة ساعة عشان يخش معايا على الهوا، وأنا وهو رفض إن أنا أعتذر له على الهوا، وأقسم بالله العلي العظيم هذا الكلام لم يحدث. ثم تاني حاجة، لو أنا غلطان في حق إيهاب، هو طلع قال أنت مر ومعرفش إيه وهذا الكلام، لو أنا غلطان في حق إيهاب، إيه قيمة إن إيهاب يبقى معايا على التليفون أعتذر له على الهواء؟ طب ما أنا أعتذر له من غير ما يكون إيهاب معايا على الهواء. مثلاً، يعني إيه قيمة؟ نمرة اتنين، هو بيقول إن محمد يحيى بيكتب لي مقالات. لازم يعرف حاجة مهمة جداً، في فرق بيتملى مقالاتي وفي فرق إن هو بيكتب لي مقالاتي. لأن الأستاذ طه إسماعيل مثلاً، كابتن طه إسماعيل وهو قيمة كبيرة، بيقول تحليل الماتش لايمن بدره مثلا في جريده السوبر فبيملها له، فجريده السوبر ايمن بدره بياخدها وبينشرها بصيغه صحفيه. نمره اثنين، انا بقالي ثلاث سنين بكتب في المصري اليوم، قبل كده ايهاب اتملى مني، واسلام صادق بيتملى مني، ومحمد يحيى بيتملى مني اخر مرتين وبعد كده رحل على جريده الوطن. طب كابتن خالد، احنا لينا وجهه نظر لو حضرتك تسمعها، احنا في مداخله برضه. ما تدينيش حق الرد، انت حضرتك يا سيف سيف في حد بيقول لك اديني حق الرد يا سيف سيف. أنا دلوقتي يجي لي حق الرد وبعد كده قول اللي أنت عايزه. ما أنا سايبك يا كابتن خالد، مالك والله سايبك، أنا ما اتكلمتش، أنا سايبك بتتكلم. طيب نمرة اتنين، أما هو يقول إن محمد يحيى بيكتب لي مقالاتي، ده بيدي مفهوم للناس إن أنا ما عنديش القدرة إن أنا أكتب، مع إن أنا بقالي ست سنين بطلع على الهواء مباشرة قدام الناس كلها، وبناقش قضايا، وبفتح مواضيع، وبناقش مواضيع بدون أن يكون معايا ورقة قدامي، أنا ما عنديش سكريبت، وما باجي أسأل بسأل وبجاوب وأسأل وأجاوب من غير أوراق، فهل أنا ما عنديش القدرة إن أنا في وسط القضايا وست سنين إن أنا أقول معلومة؟ ثم إن هو يقول محمد يحيى بيكتب لي مقالاتي، ده بيسيء لمحمد يحيى وزميله في البتاع، لان ما فيش صحفي هيقبل انه يكتب مقالات او يبيع قلمه او يخلي واحد يكتب له، لكن لما يجي يتملى مني ويصرخ في حاجه اسمها ديسك وفي حاجه اخطاء لغويه، دي حاجات معروفه في الصحافه، انا مش صحفي لكن انا لعيب كوره، دي كنت نجم او كنت لعيب كوره. هو ثاني حاجه بيقول ان انا بتسلق عشان اشتغل على حساب ايهاب الخطيب، هل انا محتاج وانا بقالي حاجه و20 سنه بلعب في نادي الزمالك ومعروف بطلع كل يوم محتاج ان انا اتشهر وعلى ايهاب الخطيب ليه يعني؟ لا يعني لا طبعا كابتن، طبعا اتفضل طبعا كابتن خالد، طبعا كابتن خالد احنا يعني معلش وقتنا ضيق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا انت مش محتاج اسمك اسم كبير، مش محتاج تشير الكابتن الاستاذ ايهاب الخطيب اسم كبير برضه في الصحافه، يعني احنا الحقيقه كل كنا بنتمناه، ادينا حق يعني فرصه للاستاذ ايهاب يشرح وجهه نظره، ادينا